وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم. مساء الخير دكتور نبيل. دكتور، بداية يعني دخول أزمة المياه، هل يعتبر هذا تحد جديد للنظام الإيراني؟ وهل يعني ذلك بأن إيران أصبحت على حافة الفقر المائي؟ شكرا جزيلا لك. يعني لا شك أنه أدت عقود من إساءة استخدام مصادر المياه في إيران إلى أزمة شح كبيرة في المياه العذبة، ساعدت على تعميق عوامل عديدة، الجفاف، ارتفاع درجة الحرارة، سياسات الحكومات الإيرانية المتعاقبة اللي أدت بشكل منهجي إلى الإسراف في استخدام هذه المياه، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الفساد وانعدام الرؤية الصائبة وبناء الحرس الثوري للسدود من دون عوائق وعدم كفاية الهياكل الأولي لتوزيع المياه. هذا بالإضافة للمشاريع الزراعية غير المجدية وتحويل مجاري المياه والأنهار من مناطق الأقليات لا سيما في سيستان وبلوشستان والأحواز إلى ولايات إيرانية أخرى في محاولة واضحة للتأثير عليها واستهدافها وأضعافها ودفع الهجرة للخارج. بالإضافة إلى كما ورد في التقرير قبل قليل اللي هي تصدير المياه إلى الخارج لا سيما للعراق لمحاولة دعني أسميه السيطرة على هذه الدولة والهيمنة عليها. الآن هنالك 50 مليون إيراني أي حوالي 70% من سكان إيران راح يضطروا لمغادرتها خلال 22 عام القادمة. بقاء هذه المشكلة من دون حل قد تكون له تبعات خطيرة على الأمن العالمي وقد تنتج عنها صراعات كبيرة في المنطقة وقد تفضي إلى تدفق غير مسبوق للاجئين الإيرانيين إلى دول الجوار. وبالتالي أنا يعني أتابع عن 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 كثب المشهد الإيراني اندلاع وتيرة الاحتجاجات في المناطق الجنوبية بالذات التي تعاني من شح في المياه. نحن نتحدث عن مشهد شبه يومي، بات يطالب ويطرح شعارات يعني لافتة من ضمنها إسقاط النظام الإيراني. وبالتالي أنا بعتقد أنه مصداقية النظام الإيراني وتآكل شرعيته باتت على المحك. نعم، إذن دكتور نبيل، يعني في ظل أزمة نقص الموارد المائية والوضع الاقتصادي المتدهور وما آلت إليه أوضاع البلاد داخليا وإقليميا، يعني باعتقادك هل أصبح النظام أمام طريق اللا عودة ووجوب الرحيل شاء أم أبى؟ يعني سؤال مهم ومحوري. بالتأكيد نحن نتحدث الآن عن سقوط العملة الإيرانية، سقوط حر غير مسبوق. اليوم نحن نتحدث الدولار مقابل التومان، نحن نتحدث عن 11 ألف تومان مقابل الدولار. هذا لم يحدث خلال منذ انتصار الثورة الإسلامية ولغاية الآن. نتحدث عن تضخم وصل إلى أكثر من 226%. نتحدث عن 35 مليون إيراني تحت خط الفقر. نتحدث عن 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة. هذه معلومات رسمية وإحصائيات رسمية إيرانية. بالإضافة إلى ذلك نحن نعيش مرحلة تجاذب سياسي ما بين التيار المحافظ والإصلاحي. الشعب الإيراني طرح شعارات الموت الروحاني والموت خامنئي ووضع الإصلاحيين والمحافظين في كفة واحدة وتحميلهم مسؤولية ما جرى. إيران منخرطة في مداخل الأزمات الإقليمية، هي تنفق أكثر من 7 مليارات دولار سنويا على الأزمة السورية والعراقية ودعم الحركات الإرهابية الموجودة في المنطقة مثل الحوثيين مثل حزب الله وغير ذلك من التنظيمات الإرهابية. كل ذلك دعا الشارع الإيراني ينزل إلى الشارع ويقول نا سوريا نا لبنان دونا فداء إيران، لا سوريا ولا لبنان روحي فداء إيران. وبالتالي هذا يعطي مؤشر واضح على أن النظام الإيراني قد وصل إلى طريق اللا عودة وليس أمامه من خيارات. خياراته فقط هي الجلوس على طاولة المفاوضات، التفاوض مع الجانب الأمريكي، وأيضا خلق بيئة تعاونية مع الدول الإقليمية التي باتت تشترك بعلاقات صراعية مع الجانب الإيراني نتيجة سياسات إيران التوسعية وسياساتها القائمة على الهيمنة والتخريب ومحاولة نشر الفوضى في المنطقة. نعم، من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.